احنا غالبا لو احنا قلنا الشغل او المدرسه او الجامعه يبقى اليوم بتاعنا طويل، ماشي؟ يعني محتاجين كذا وجبه وواحده لاثنين سناكس. اوكي، خلينا نتكلم على الوجبات. لو احنا هنتكلم على الفطار والغداء، او حتى مش هنسميه غداء، هنسميه وجبه العمل او وجبه المدرسه او وجبه في الجامعه، عشان اشبع ثلاث عناصر مهمه: النشويات المعقده، البروتين، والالياف. عباره عن ايه النشويات المعقده؟ رز، مكرونه، عيش، فريك، برغل، ذره، فشار، بطاطس، بطاطا. دول النشويات المعقده. طبعا لو اخترت انواع بيبقى معموله من حبوب القمح الكامله، فيها حبوب من فوق، ده بيساعدني على الاحساس بالشبع لفتره اطول. فانا يعني هنقول ان احنا عندنا، لو احنا هنفطر مثلا في المدرسه او في الجامعه او في الشغل، فيبقى عندي وجبه فطار والوجبه الثانيه اللي احنا اتكلمنا عليها. فالوجبتين دول هنحط فيهم نشويات وبروتين والياف. فممكن يبقى عندي ميكس من مثلا العيش، التوست، بطاطس، ممكن مثلا احط مكرونه، حبوب قمح كامله. فكل الانواع دي اقدر ان احنا نقدر ان احنا ناخدها. تاني حاجه البروتين. البروتين عندنا البروتين الحيواني والبروتين النباتي. البروتين الحيواني فراخ، لحمه، سمك بكل مشتقاتهم، بيض، والبروتين النباتي اللي هو الفول، العدس، الحمص والحاجات دي. فبرضو اقدر ان انا انوع فيهم. واخر حاجه الالياف، اللي هي يعني نبقى يعني عايزين ان احنا نحط فاكهه وخضار، بنخليهم بالقشره بتاعتهم عشان نستفيد من نسبه الالياف اللي فيهم. سو دول الوجبات. للسناكس، اوكي، السناكس هنا ممكن نعمل ميكس اند ماتش، يعني نقدر ان احنا نختار حاجه زي مثلا البروتين او الدهون الصحيه معاهم حاجه مش صحيه قوي عشان برضو ما نزهقش. يعني مثلا ممكن اخد شوكولاته معاها شويه مكسرات، او ممكن اخد مثلا زبادي يوناني معاه فاكهه، ممكن اخد شويه سلطه معاها بروتين، واخد مثلا شوكولاتايه او بسكوت. فالسناكس هي ما بتبقاش زي الوجبه، لانه هو الهدف من السناك ان هو ياخدني من وجبه للتانيه. فبكده نكون عملنا لانش بوكس صحي فيه كل المكونات اللي احنا محتاجينها، لانه لو انا ما اكلتش كويس خلال اليوم اكيد اكيد بالليل الجوع هيضرب وهكون جعانه قوي 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 قوي، فده هيخليني عرضه ان انا اي اوفر ايت، او ان انا اكل اكتر ما انا محتاجه.